المعاملات المالية المشبوهة وتمويل الإرهاب أبرز مناقشات حلقة العمل التي تنظمها وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية وبالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال، والتي تهدف إلى التركيز على الأموال المتداولة في المؤسسات المالية العامة والخاصة والتي قد تعتريها شبهة جنائية. طبعا هي الحلقة اليوم استهدفت موظفي شركات البساطة المالية، الأوراق المالية، وأيضا مسؤولي شركات التأمين من حيث الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وأيضا تقييم المخاطر في هذا الجانب وزيادة التنسيق مع وحدة التحريات المالية. كما تهدف حلقة العمل التركيز على السياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية، خاصة فيما يتعلق بتقييم المخاطر. المستجدات الدولية حاليا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب من الدول طبعا إصدار كثير من التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة لهذه المكافحة، وأيضا بالإضافة لذلك حاليا يتم التركيز على مدى فاعلية تنفيذ هذه الإجراءات. مشاركة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال كمؤسسات الوساطة المالية وشركات التأمين أثرى حلقة العمل من خلال النقاشات التي تهدف إلى كيفية تجنب المعاملات المالية المشبوهة. طبعا بث الوعي القصد منه هو ضمان سلامة القطاع المالي بشكل عام، وأيضا حماية التعاملات التي تتم في هذا القطاعين، سواء قطاع سوق رأس المال أو قطاع التأمين. طبعا مثل ما نعرف كل القطاعين قد يكون مجال خصب للتعاملات المالية المشبوهة، فبالتالي إقامة مثل هذه ورش العمل بشكل دوري يعزز من سلامة القطاعين. معايير الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة ومؤشرات الانتباه وتقييم المخاطر والاستجابة الوطنية والدولية ضمن المحاضرة التي قدمها الخبير الدولي ريتشارد جون. وحدة التحريات المالية تلعب دورا مهما في توعية المجتمع بما فيهم المؤسسات المالية من أجل تجنب المعاملات المشبوهة، وبناء على ذلك نعتقد أن سلطنة عمان سوف تحقق تقدما كبيرا فيما يتعلق بتقييم الفاعلية. يهدف القائمين على تنفيذ هذه الحلقة إلى منع كافة سبل التعاملات المالية المشبوهة والممولة للإرهاب، وذلك بالتعاون القائم بين الهيئات والمؤسسات المالية العامة والخاصة بالسلطنة، وإلى زيادة الوعي لدى العاملين بهذه المؤسسات لمنع أي تعاملات مالية مشبوهة قد تحمل في طياتها جريمة. النقيب حمد بن هاشم القريني، الهيئة العامة لسوق المال، مسقط.